تسمم غاز. استقبلنا عدد الأطفال ما بين 16 إلى 17 طفل، تم التكفل بهم، سخرنا كل الإمكانيات المادية، والحمد لله كل هذه المرضى ما كان حتى خطيرة، الحمد لله ما كان حتى حالة خطيرة. وتم هنا ليبيري كاع الإمارات سو رافي ميديكال، سو ديسيزيون ميديكال، والتكفل كان الحمد لله في مليح. اليوم 19 جانفي 2023، بعد التفقد في الأقسام من طرف المشرفين المؤسسة، لاحظ أن هناك غاز متسرب كثيرا في القسم، فكانت الأستاذة مغلقة كامل النوافذ، والتدفئة المركزية كانت لا تلبي بالطلب لتسخين في هذا اليوم البارد، إلا أن كانت هناك المدفأة الغازية مشتعلة، فاضطررنا إلى إخراج التلاميذ وإسعافات الأولية بتهوية هذا القسم وإخراجهم للساحة، واتصلنا بالحماية المدنية في أسرع وقت، نقلنا المتضررين بهم إلى المستشفى وهم عددهم 16 تلميذا، وأخذوا كامل الإجراءات الطبية ورجعنا إلى المؤسسة سالمين وبتوصيتهم. هذه مدرسة منكوبة، مدرسة منكوبة يعني بصفة يعني بمعنى الحقيقي لكلمة منكوبة. هذه المدرسة يوجد بها 620 تلميذ، 620 تلميذ يقرأوا في 16 حجرة، راها في سنتين بدون عمال نظافة، حتى اضطرينا السنة الماضية أني جمعت التلاميذ، جمعت الأولياء التلاميذ وحنا نظفنا المدرسة، واتجهنا كل السلطات بغض النظر يعني بلا ما نسمو سلطات المعنية، اتجهنا لكل السلطات ونبهناهم يعني، والصورة تغني عن الكلام. توجه الكاميرا هنا لهذا المشروع الذي هو الآن قيد الإنجاز. انت تخيل يديروا لك مشروع تاع حجرتين في وسط السنة الدراسية، يجوا ياخذوا من المساحه تاع المدرسه 9 امتار اللي كانت يعني التلاميذ يستغلوها، 9 امتار ويخلوا المساحه برا لمجرد يعني واحد الحلول يعني، الكابل تاع الانترنت ما وصلناش كيفاه نديروا له وكيفاه يسقم. يا اخي هذه مدرسه هي اسبقيه لكل من كل شيء. خدعونا ما نكذبش عليك، درك واحد خدام يعيطوا يجري بتكره في السبيطار طاحت في ديكول على جال الغاز، دونك هنايا وراه وراهم كما قلت وراه المدير وراه درنا وسكينه وواسينا وما كان والو. هذا وين عندك خويا شوف هذا بروجي دخله في ديكول كاع ما كاينش منها والله ما والله شان طالب طالبونا يسقمونا المؤسسه تاعنا وحنا رانا واقفين معاهم، باين بلي رانا واقفين معاهم ونعاونوهم. ديجا المره اللي فاتت حنا دخلنا سياقنا ديكول احنا نقينا، والتلاميذ انا جيت 14 واحد كانت في السبيطار والحمد لله يا ربي اللي خرجت سلامات. نقولوا الحمد لله انا بنتي والله نقسم لك بالله كي جاتها خلعتني ما نكذبش عليك. صنعونا التدفئة، أنا برادة.